مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد. سعيدون بخدمتكم في هذه الأمسية في استوديو الجزائر، وبالمناسبة اليوم مناسبة خروج أول جرعة من لقاح الجزائري اللي تمكنت الجزائر من تحدي هذا الصعاب هذا وافتكاك رخصة تصنيع هذا اللقاح في الجزائر، بعد مفاوضات كبيرة مع الشريك الصيني وتعثر المفاوضات مع الشريك، نقول تعثرت لحد الآن فقط مع الشريك الروسي. إذن نناقش هذا الموضوع هذا ونتحدث اليوم كذلك على قضية وباء كورونا، خاصة في ظل التراخي المشهود اليوم في الجزائر. ما كاش واحد يقدر يقولنا بأنه التراخي ما كاش في الجزائر، ونحن عشية احتمال وقوع موجة رابعة ودخول فصل الشتاء والخريف وانتعاش الفيروسات التنفسية. إذن كل هذه الأمور هذه نناقشها رفقة دكتور الياس مرابط، رئيس نقابة الوطنية لممارس الصحة العمومية. مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. الله يسلمك. كما يشاركنا في النقاش الأستاذ عبد النور أيت سعيد، مختص في علم الأحياء الدقيقة. سي عبد النور مساء الخير ومرحبا. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. إذن نبدأ معك دكتور الياس، مدام رغم أنك أنت على يساري الآن لكن في الشاشة تظهر يبدو على يمين. معليش نبداو معاك. كيف تقرا انت هذا الحدث هذا تاع انتاج اول لقاح جزائري، يعني انتاج نقولوا تركيب او تعبئه او غيره، كيف تقراه يعني؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اولا مساء الخير ليك والزميل يعني اخي الاستاذ ايت سعيد وكل مشاهدي القناة. بالنسبة لهذا صحيح هو حدث يعني حدث كبير عفوا يعني، ومليح انه بلادنا يعني تنطلق يعني في تصنيع اللقاح. مستوى تصنيع لحد الان احنا ما نقدروش نكلموا فيه يعني بدقة لانه ما عندناش معطيات، ولكن نقول يعني بصفة عامة هذا يعني شيء جميل. هذا شيء جميل. تقصد دكتور مستوى الإدماج؟ مستوى الإدماج يعني لأنه عملية يعني العمل ولا البحث في مجال اللقاحات يعني تجد لقاح تعمل على إنتاجه بصفة صناعية باش يتوجه كميات يعني كبيرة للمواطنين ولا حتى لتصديرها يعني خارج الوطن، يعني هذا شيء ماهوش سهل. ولكن مبدئيا انا نقول باللي الحدث كبير والخطه خطه يعني احنا نتمنوها خطه ايجابيه ممكن تفتح لنا باب يعني للولوج الى هذا العالم هذا العالم نتاع يعني لي فاكسان وانتاج اللقاحات والبحث في مجال اللقاحات، وحنا يعني فريمون في حاجه الى مثل هذا يعني التمكن من مثل هذه التكنولوجيات الدقيقه والعاليه جدا في مجال الطب. نذكر انه حاجيتنا اللقاحات يعني ملايين الجرعات من ماشي غير من لقاح ضد الكوفيد، يعني هذا الباب فتحناه وهنا وحنا في هذه الجائحة تاع الكوفيد، نتمنى انه لا يغلق يعني مباشرة بعد انتهائنا من الجائحة ويبقى مفتوح حتى نصل الى لما لا انتاج لقاحات اخرى نحن بحاجة اليها. نعم. كما اللقاحات اللي رانا نوجهها لاطفالنا يعني من الولادة حتى ياسر ضد الدفتيريا البوحمرون الكزاز البي سي جي يعني بالنسبه لمرض السل الشلل كما قلت، يعني عديد اللقاحات مستورده 100% من اللقاحات التي يعني موجوده في البرنامج الوطني الموسع يعني للاطفال المتمدرسين للاطفال اطفالنا في الثانويات في الجيش الوطني مثلا. نعم. يعني بالخدمه المدنيه الخدمه الوطنيه عفوا، كل هذه اللقاحات مستورده. نتمنى انه بهذه الخطوه يعني نكتسب هذه التكنولوجيا تدريجيا ونصل الى يعني تصنيع لقاحاتنا وتوفيرها على الاقل يعني نسبه منها تكون موفره وطنيا. نعم. الاستاذ عبد النور ايت سعيد، نفس السؤال يعني اليوم الدكتور الياس قال واحد العباره هكذا انه يعني لو طو دانتيغراسيون مازال ما نعرفوهش. طيب فرضا اننا نقوم بملء القارورات فقط، يعني فقط، هل هذا العمل هذا في حد ذاته يحتاج الى تقنيه ويحتاج الى جهد ويحتاج الى يعني يحتاج الى علم، ام انه
كيما تعمر قرعه تاع سعيد يعني معليش نقولوا سعيده ولا قاروره تاع غازوز كيما تعمر يعني لو بيتي فلاكون هذاك تاع الفاكسان. شوف والله دابور نحيي صديقي الدكتور ياسر المرابط ونحييك انت بالمناسبه. اليوم يقعد في التاريخ اليوم يقعد في التاريخ لان الجزائر ماشي ان ترانسفير دو تكنولوجي ما هوش ما سي با ان غران ترانسفير دو تكنولوجي. حنا في الجزائر نصنعوا كما نقولوا حنايا ادويه معقمه سوائل تسمى بولي بيرفيزون ابيروجين البلازما لو بلازما جيل لو سيروم سالي لو غلوكوز ماشي ماهيش جديده في الجزائر اللي تحقن للماء ماهيش جديده في الجزائر ولكن لو فات في قسنطينه وصيدل وصيدل نعرفوها بلي ستان ليدر. نعم خاطر كان نولوا شويه اللور في 85 اونيتي بارمي لي ابري لا من بعد افريقيا الجنوبيه ايه كنا ندير نصنعوا في عند هب كنا لانتيبيوتيك لوزين هذيك لونيتي سيتي بارمي لي بروميير في وقت شادي الله يرحمه ايه باش الانسان حنايا الصناعه الصيدلانيه هذه اكزيستي اون الجيري كانت صغيره ما كانتش كبيره ولكن في وقت الوزير السابق الله المرحوم قيدوم وين دار لهم كاي تشارج وين الانسان يستورد لمده 3 سنوات ومن بعد يبدا يصنع في الجزائر وكاين نعم. بزاف مخابر كبار اللي دخلوا في جابوا التكنولوجيا بيان سور ولكن سيتي بلوس كيما نقولوا دي سيرو الاخر لي نعم. كومبريمي تو سكي ساك وكذا دوكا بارابور ا سو فاكسان ما تنساش باللي الجائحة انطلقت من سوق يوهان نعم. في ديسمبر 2019 وكان تسارع لإنتاج هذا اللقاح ستما من ناحية الاستراتيجية من ناحية جيوستراتيجية الصداقة اللي كان بين الجزائر وروسيا نعم. والصين اللي خلت تجسيد هذا المشروع ولكن ماشي هذا برك كاين قاعدة يعني بلاتفورم كي ديجا بخيت باسكو تصنيع تاع لقاح يتطلب انا نحكي لك ان طوك ميكروبيولوجيست حقيقه اللي تقول لازم لا سيبسي توتال اسيبسي توتال سيتادير لو سيركوي تاع الاخر سيتادير سكو نابيل لي نورم فارما مي بلو انكور بلو ريغوروس بارابور الحاجه سيتادير لو برودوي سيك بارابور كومبريمي ولا بارابور لو كابسيلاسيون ولذا مسمين هذه شروط نظافه وتعقيم كذا فوق العاده اه وي وي سي 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 لو نيفو سي لو نيفو مي سا اكزيستي عندنا في الجزائر ماشي حاجه جديده عندنا باش نتفاهموا ايه وكاين مام دي بريفي اللي عندهم هاد لي شان هادو دو سورت بون مانون سي سايدال ايلي ليدر ايلي لا من وقت كيما يقول لك مسي عاون لو نيفو كان طلع منها كامل دونك بارابور ا سو فاكسان لا دوكا حنايا سكون فو لا ماتيير بروميير دوكا لي امبورتي المواد الماده الاوليه جايه من الصين طبعا ايه دوكا نسبه الانتيغراسيون في الانتاج الادماج مهما تكون ليسونسييل كو حنايا الموارد البشريه تاعنا الموارد البشريه تاعنا مهيئه ولكن وتزيد تدرب كذا ايه مدربه عندهم مستوى نجم نقول لك مستوى دولي خاطر ما تنساش سامحني سي عبد النور الكوادر البشريه اللي عندنا في الجزائر عندها مستوى دولي يعني اللي راه يخدم الان في قسنطينه غدوه يخرج يروح يخدم في ووهان يديكرو سون بوست ابسوليومون المستوى شوف المستوى تاع سواء الجامعه الجزائريه تسمى كما نقول معهد الصيدله ولا الاخر كامل المستوى عالي لازم نعرفوه باللي الهجره اللي صارت لنا ما تتصورش صحيح ما تنساش باللي في الجزائر عندنا تقريبا 11000 وقيله 11000 فورماسيون دوفيسين دوكا اون اندستري جو كوني با لو شيفر ما نعرفش العدد اكزاكت مي عندنا بزاف الصيادله تاع الاخر كامل بصح ما تنساش نجيبو نمثلو في اوروبا في اوروبا في اوروبا في المانيا بالذات نعم ما كاش اللوبينغ هذاك تشوف الاندستري الصناعه الصيدلانيه وين 80% كيميائيين ماهم صيادله 20% هما صيادله هنا اسمح لي هنا في نو في اشكال احنا في الجزائر مازال ما تعلمناش نديرو لا بلوري ديسيبلينيتي سيتادير وين يكون 4-5 تخصصات
في نفس في نفس النقطة. ولذا الوزير منتدب أو التخصصات البينية بمعنى إنه لو شيميس يخدم مع لو فارماسيان absolument le biologiste pour le contrôle de qualité pour la formation مع l'informaticien absolument absolument parce que خطرنا يسرت لي وين نسلي مثلا je le cite comme ça j'ai fait de la publicité وين j'ai trouvé un grand matheux c'est-à-dire un docteur en mathématiques يخدم أنا ما فهمتش علاش un docteur en mathématiques هي قاس pour la rentabilité pour دابا كامل même في المواد في الصناعة تاع المواد الغذائية. جو روفيان علاش هنا في الجزائر داير إلى ديك صرح بها وزير الصناعة الصيدلانية لين نحيوهم هذا المنبر وين إلى إيزون سوليسيتي الأساتذة تاع الجامعة هواري بومديان لي جون كي اون في بيوتكنو بيوتكنو سي سا باسكو اون فان كونت بيوتكنولوجي بيان سور لا بيوتكنولوجي il faut les intégrer qui nous faut de quoi le pôle de Sidi Abdallah sinon où il y a des équipes pluridisciplinaires mais c'est pas possible هنا هنا سي عبد النور هنا الاستاذ او الدكتور الياس مرابط سي عبد النور يطرح مساله تاع انه احنا هنا في الجزائر ورثنا واحد العقليه تاع ميديسان مثلا دكتور او ميديسين ربما يحب يخدم وحده دكتور اون فارماسي نفس الشيء او ربما تلقى حتى في الطب انا انترنيست ما يستعرفش بكارديولوج كارديولوج ما يستعرفش بتاع المعده ولا تاع وهكذا يعني ايه هي ولا نورمال تقدر تقولها يعني انا بالك باش نحطك بلوز الاز يعني ايوا ماذا بيا وكانك راك في السوق يعني و وكل واحد شايف باللي فوالا شايف باللي ديتيا لا فيريتي ابسولو وي لي انديسبونسابل اي نون كونتورنابل شايف انه تجارته لازم تمشي يعني لازم الكوميرس تاعو يمشي مع الاسف انا نستعمل هذا لو تيرم رغم انه بالك يبا شوكي يعني شحال من زميل ولا من زميله ولكن هذا هو الواقع يعني في القطاع الخاص وحتى في القطاع العمومي مع الاسف من بين يعني سلبياتنا وهو انه كل واحد شايف انه هو القمه نتاع نتاع المعرفه نتاع انكونتورنابل الورك في كل الميادين العلميه ولكن خاصه في المجال الطبي والبحث العلمي في مجال الطب يتطلب ان يكون فيه فسيفساء من الاختصاصات وكل اختصاص مهم داخل العمل اللي نقوموا به لما نتكلم على لو فاكسا مثلا لو فاكسا رانا براتيكمون رانا اوسومي يعني في قمه البحث العلمي في المجال الطب لما نتكلم على لا ريشيرش يعني دون الدومين نتاع ليمينولوجي نتاع لو فاكسان نتاع الجراثيم والفيروسات رانا في لو سومي تاع لا ريشيرش لي لابو دو ريشيرش او نيفو مونديال تلقى تدخل لداخل تلقى بالك 5-6 لغات يعني تستعمل داخل لابو دو ريشيرش هو 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 المخبر الصيني ولكن تلقى الامريكي يعمل ثم تلقى الفرنسي يعمل ثم تلقى الهندي يعمل ثم ممكن تلقى الجزائري يعمل ثم الياباني بالك لو كان نقلبوا في البيكات هذايا في الصين نصيبوا جزائري يعمل absolument. ماشي محال absolument نفس الشيء في مخابر يعني بهذا المستوى في فرنسا ولا في انجلترا ولا في السويد ولا في جهات اخرى اليوم البحث العلمي ماهوش حكر على الدول اولا يتطلب استثمارات كبيره يتطلب استثمارات بشرية يعني بالنسبة للتكوين يتطلب استثمارات مالية ويتطلب كذلك استثمارات دبلوماسية لأنه اليوم ما يكفيش أنك تكون عندك سوارد ما يكفيش أنك تكون لازم يكون عندك كذلك مؤثرات أخرى خارج هذا كثير من الدول اللي عندها ربما أموالنا وعندها أموال أكثر منا يعني ولكن لم تتمكن من افتكاك وهذا الشيء علاش أنا نقول على هذا نقول هذا الشيء باش ذلك نحييه كذلك المجهودات اللي قاموا بها ناس اخرين ما عندهمش علاقه بقطاع الصحه طبعا ما عندهمش علاقه بقطاع الصيدله ولكن كانوا سبب في انه يتم هذا الاتفاق بين خارجية. بين الصينيين بين الصين والجزائر ولا بين روسيا والجزائر باش ندخلوا نولجوا لهذا العالم نتاع انت دكتور نتاع الصناعه في مجال في قبل مجال قليل قلت بانه هذا مدى بينا يكون قاعده يعني انت في انطلاق تتصور استاذ الدوله الجزائريه تستثمر اموال ضخمه من بعد غير تنتهي كورونا نقدروا غدوه صباح نوضوا يقولوا لنا ودي كورونا هذه كانت من الماضي نقول ممكن هذا وهذا الشيء اللي قلته ويتوقف في المصنع يعني هذا الشيء اللي قلته انا يا قلت باللي ماذا بينا تكون انطلاقه نعم. انا حتى يعني امس كنت من بين المدعوين يعني لحضور تنصيب المجلس نتاع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كذلك نعم.
وكانت بالمناسبة كان يعني كان ثم وزراء وزير الصحة وزير الصناعة الصيدلانية وتكلمنا معهم، وهذا الكلام أنا شخصيا قلته لوزير الصناعة الصيدلانية، قال احنا فرحانين كثير اولا كمواطن جزائري كطبيب رانا نعملوا في قطاع في المنظومه الصحيه منذ سنوات، ونعرف يعني شيء اللي نعاني منه من جراء هذا تبعيتنا في الادويه والامصال واللي فاكسين للخارج. وقلنا قلت له بهذا الاخر منا ان شاء الله تكون انطلاقه انه تدريجيا نحول هذا المعرفه وهذا المستوى تاع البحث العلمي داخل هذا في هذا المجال تاع الفاكسه نحولوه يعني تدريجيا لبلادنا، لانه لازم تكون فيه بيئه تتوفر بيئة صناعية، بيئة علمية، بحث علمي في هذا المجال وفي مجالات أخرى خاصة بالصحة ولا بالطب بصفة عامة، ولازم يكون فيه كذلك يعني تكوين، رغم أنه فيه يعني فيه مؤهلات موجودة عندنا بشرية، ولكن الإنسان اللي يعمل في هذا المجال يعني تطبيقيا ويعمل نظريا مش كيف كيف طبعا. ومع الأسف كثير من الأساتذة نتوعنا، كثير من الطلبة نتوعنا ما كانش ما عملوش في مستويات نتاع بحث علمي، المجال النظري يعني كسبينه، ولكن باش يختبر النظري تاعو في الميدان ما كانش. ونتمنى انه هذا الباب اللي تفتح اليوم قلت ما يتغلقش بعد ما نخرج من هذه الازمه الصحيه، لازم يكون باب مفتوح على مصراعيه باش يعني ننمي من طاقتنا وامكانياتنا وكذلك من التكوين نتاع الطاقه البشريه باش نروحوا الى ابعد من هذا، وعلى لما لا نولوا قطب يعني جهوي افريقي لتصدير صناعه وتصدير هذه المواد الصيدلانيه من القدام ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ذلك. استاذ عبد النور، في القضيه هذه كاين قضيه التوظيف يعني، وقضيه اليوم التكوين، ما تشوفش بانه ينبغي إعادة النظر في منظومة التكوين في الجزائر بحيث تصبح في المجالات هذه، يعني نتكلمش مجال مثلا الإعلام الآلي، ولا تصبح يعني مبنية على واقع وباء كورونا وتداعياته واستشرافاته؟ معنى التكوين تاعنا يدوات تتر ادابتي سولون يعني لي بيرسبكتيف لي بيزوان لا رياليتي لي فوالا. شوف ما نختلفوش في حاجه، هي الموارد البشريه هي اللي تخلق ثروه طبعا، بدون موارد بشريه لا يمكنك تخلق ثروه طبعا، هذه وحده. والجائحه الكورونا دارت كما يقول لك المنظومات الصحيه بصفه عامه في العالم كامل، ورات لي ليميت تاعها وكان لي انهارت كامل. كي نهضروا على الموارد البشريه ولا بد نقولوا التكوين هو الاساس. كي نقولوا حنايا الطب لا ميديسين سي لي باز ديسونس اكزاكت، ماهوش علم دقيق طبعا، الي اون ايترنال ايفولوسيون بيان سور اكتماليا. دونك لابروش ثيرابوتيك مثلا دانيل سيرون 77 ولا 80 مع 2000 سان ريان افوا، اي اون 2020 سان ريان افوا، اكيد لي كلينيسيان يفهمونا فيها سي كلير. دونك اكطويلمون في الوقت الحالي اللي راهني نهضر معك في اليوم هذا المنبر، راهي هناك نقاشات في اللجان على مستوى وزاره التعليم العالي لتكييف البرامج التكوينيه في الطب في الصيدله في الاخر، وداروا ميم دي باسغيل بين الصيدله ولا بيولوجي موليكولير. دوكا طالب من السنه الرابعه في الصيدله يمكنه يمشي اللي عندنا يولي في الفوندامونتال باش يدير جوستومون باسكو اشفى مليح. هنا جزنا في هذا البلاطو وهضرنا على لابيسيير وهضرنا كان عندنا ثلاث مخابر، وما كناش عدد التشخيص ما كناش نتجاوزوا 400 تشخيص في اليومي، ومن بعد عندنا تقريبا 38 مخبر وهذا بفضل مساهمه تاع الجامعات والامكانيات اللي متوفره في الجامعه عند لي فوندامونتاليست. سي عبد النور نديروا فاصل اذا كان تكرمت، قبل الفاصل نقول بفضل جهود يعني البيولوجيين انتم اللي كنتوا تمشيو في الولايات هكذا وديروا دي بتيت فورماسيون للشباب اللي سي دي بيولوجيست ولكن ما يعرفش يدير لا بي سي ار، فنقول بفضلكم ويعطيكم الصحه نديروا فاصل ونوليو للنقاش إذا كانت كرمتم مشاهدينا الكرام.